بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ازيك يا شباب، مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتال 101 ان داتا اسس. هنتكلم دلوقتي عن توبيك جديد تبع الداتا اسس وهو اللينكيو. طيب ازاي هنبدا فكره اللينكيو وايه الانترو بالنسبه للغه اللينكيو؟ طيب نبدا الاول. اختصار لينكيو هي لانجوج انتجريتد كويري، يعني لغه بتتوافق في عمليه الاستعلامات، بتتكتب كسكريبت داخل اي لغه. من اشكال اللينك يو اركتشر، المفروض ان انا عندي حاجه اسمها سي شارب والفي بي دوت نت واي لغه تانية او فيجوال بيزك دوت نت، تمام. في عندي بعد كده بيجي لي لغه الدوت نت لانجوج انتجريتد كويري اللي هي اللينك يو. واللينك يو ممكن تتعامل مع اكتر من شكل، هنقسمها على 3 اشكال: لينك يو تو اوبجكت، وديت ستيل لحد دلوقتي شغاله وبقدر استخدمها في اني اتعامل مع اي اوبجكت، وهناخد امثله عليها دلوقتي. بعد كده بيجي لي حاجه اسمها لينك يو تو داتا سورس او لينك يو انيبل داتا سورس، وهي دي اللي بتتعامل مع الداتا سورس، وعندي منها 3 انماط: لينك يو تو داتا سيت، وده اللينك يو اللي ممكن اتعامل بيه مع داتا سيت يعني زي الديسكونكت مود، وعندي لينك يو تو سيكوال، وده مختص بس بالتعامل مع سيكوال سيرفر او الداتا بيز اللي من نوع داتا بيز سيكوال سيرفر. وللاسف ده بقى ديبريكيتد، بمعنى سينتاكس او لغه اللينك يو لسه شغاله وبيتكتب بيها جوه الانتيتي زي لينك يو تو انتيتيز، لكن لينك يو تو سيكوال بقى ديبريكيتد لان بقى فيها بعض المشاكل فوقفت وظهر مكانها الانتيتي فريم ورك او الادو انتيتي فريم ورك. اخيرا لينك يو تو اكس ام ال، وهو عمليه الاستعلام داخل ملفات الاكس ام ال، ويمكن بدا يبقى فيه ضعف شويه في استخدام الاكس ام ال نتيجه ظهور جيسون اللي بقى اخف وبقى لايت كتير عن الاكس ام ال، لكن استيل الاكس ام ال لسه شغال. طيب شكل اللينك يو هي زي جمله السيلكت اللي انت خدتها معايا في الاس كيو ال كويري، بس لها اختلاف شويه ان بستقبلها في اكسبليسيت او اسف امبليسيت تايب اللي هو فار، وبتبدا عندي من فروم وبتنتهي بسلكت. بتتعامل كمان مع الانوميوس اوبجكت والانوميوس تايب، وديت هنشوفها واحنا بنشتغل. يعني انا دلوقتي اقدر اقول لك ان اللينك يو هناخد منها 3 حالات: لينك يو تو اوبجكت، وهناخد لينك يو تو سيكوال، وهناخد لينك يو تو انتيتيز، وهناخد لينك يو تو اكس ام ال. ففي الحالات دي كلها انا عايز اعودك على كتابه السنتكس بتاع اللينك يو. طيب تعالى علشان نبدا مع بعض ديمو كده او لاب سريع نتعرف بيه على لغه اللينك يو وايه مدى قوتها. خلي بالك لغه اللينك يو قويه بسبب ان هي كمان بتديني اتاحيه قويه جدا في اني اعمل كويري على اوبجكت، وهو ده اول توبيك عندنا. تعالى نفتح الفيجوال ستوديو. هنعمل نيو بروجكت هنسميه لينك يو ديمو، المفروض ده الديمو رقم 1، وده اللي هنعرف منه الانترو اللي احنا هنشتغل. طيب لو انا دلوقتي جيت عملت كلاس جوه الاستاذ ده كده وبدات اقول لك رايت كليك عايز اعمل كلاس، انا عايز اوريك كلاس او عايز اوريك لينك يو تو اوبجكت الاول، هنتكلم عليها كتير تمام. فانا هاجي هنا او هشرح على الاوبجكت معظم الكلام بتاعنا. هعمل كلاس هنسميه مثلا ستودنتس. طب كلاس الستودنت ده هيبقى جواه ايه؟ تعالى هنا نقول له بابليك، ده الاكسس موديفاير بتاعي. طيب والاستاذ ده في برو انت اي دي، وعندي برو سترينج النيم، وعندي اخيرا بابليك انت المارك بتاعه اللي هو جيت وست. ببساطه خالص انا عملت كلاس بالشكل ده. طيب لو عايز اشتغل بالكلاس ده مثلا على سبيل المثال، تعالى نحط بوتوم، عايز اظهر عناصر الكلاس، او الاول نعمل لسته من الكلاس ده. تعالى هنا في المنطقه البارشال هبدا اعمل
static less of in between. آسف أنا خليته students. هنسميها students. أنا هنا عايز أغير بس اسم student، هخليه student بس. حتى احنا ممكن نغيرها من بره وهو هيعدلها لي جوه، بمعنى انا لو جيت على ستودنت ده وقلت له رينيم وشلت حرف الاس اللي بره ده، عشان انا هنا بيانات ستودنت واحد، فبيقول لي هتغيرها، فغيرها فعلا جوه، فبقى ستودنت. والمفترض ان انا هبني منه ليست اللي هي ستودنتس ايكوال نيو ستودنت. طبعا انا ممكن اوقف كده، بس في الحاله دي هضطر ان انا كل مره عشان اقاد ستودنت عليه، المفترض ان انا اجي هنا واخد اوبجكت من ستودنت اس تي مثلا ايكوال نيو ستودنت، وبعدين ابدا امرر للستودنت ده اس تي دوت. انا هنا في البارشال هاخده في تحت هنا كده، وابدا اقول له اس تي دوت، فيبدأ يقول لي الاي دي، اقول له بيساوي واحد، وبعدين اس تي دوت النيم، النيم بيساوي مثلا سيد، و اس تي دوت المارك بيساوي مثلا 10، وبعدين ارجع تحت واقول له ستودنتس بقى اللي هي الجمع دوت اد، هضيف لي جواها اس تي. مسألة مرهقة قوي ان انا اشتغل بالاسلوب ده. ممكن اعمل حاجة كويسة قوي، ابدا اعمل انيشال للاستاذ ده باني اقول له نيو ستودنت على طول، الستودنت ده الاي دي بتاعه بواحد، والنيم سيد ايكوال مش هنا ايكوال، والمارك بيساوي 10. ممكن اخد كومة وابدأ اكريت مجموعة تانية، ناخد كوبي السطر ده، تقول له بيست 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 بيست، تعال نظبط الكود بتاعنا شوية بحيث انه يبقى كلهم ورا بعض، نغير بقى الداتا بتاعنا، فاجي هنا ده 2 ده 3 أربعة خمسة ستة سبعة، ياسر 20 15 محمد أحمد 10 علي 10 آية 20 ريتاج 20 وهكذا. شيل بس الكومة الأخيرة ديت لأن ده آخر الانيشال بتاعي. بكده يبقى أنا عملت ليست، مش محتاج بقى الموضوع ده خالص. وليست ستاتيك ممكن أبقى أضيف عليها فيما بعد، تمام؟ طيب لو انا جيت دلوقتي يا شباب وجيت على الزرار ده وعايز اعمل سيلكت على حاجه معينه، وليكن عايز الناس اللي ارقامهم فوق الاي دي 3 مثلا، تمام، او الناس اللي السكور بتاعها فوق العشرة، مش عشرة فوق العشرة، الحكايه دي تعتبر كويري جوه اوبجكت، تمام. ما هو في الحاله ديت انا بدور جوه مين؟ ستودنت، تمام، حلو. طب ازاي ممكن اجيب الكلام ده؟ تمام، هنا بقى بيجي لي، يبقى احنا هنا نكتب link you to object. انا هبدأ معاك فكرة اللينك يو من غير تقسيمات، يعني مش هتكلم عن اللاندا اكسبريشنز، مش هتكلم عن الانماط المختلفة، وان كان عملية الاختيار ده هتكون سهلة، يعني مش حاجة صعبة. بمعنى انا لو جيت دلوقتي وقلت له var، انا بشتغل implicit data type، بقول له var result مثلا، طيب ال result دي بتساوي from، ببدأ اقول له from، تمام. لو انت تفتكر from ديت اللي هي بتاعت مين؟ select from، اقول له from q، ده حرف dynamic او اسم dynamic، يعني q هنا بيعتبر ايه؟
دايناميك نيم ملوش ريفرنس، كيو ان ستودنت. يعني كاني بالظبط بقول له ستودنت كل عنصر فيها هيتحط جوه مين؟ جوه كيو. تمام. لو انا جيت هنا وقلت له سيلكت لي كيو، كده انا جبت كل الناس حطيتهم في حاجه اسمها ايه؟ ريزلت. خلي بالك الكلام دلوقتي على اوبجكت هو نفسه اللي هيكون على الداتابيز، كان دي بالنسبه لي بقت داتا سورس. طيب الاوبجكت بتاعي ده انا بشتغل بيه ازاي؟ بعرض عليه الداتا. تمام. بمعنى انا ممكن اجي هنا واروح جاي قايل له طلع لي البيانات كلها، فاقول له فور مثلا each عشان هو كوليكشن يبقى اسهل. طيب انت بتشتغل مع حاجه من نوع مين؟ من نوع ستودنت. تمام. الكوليكشن بتاعك دلوقتي بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ريزلت، ده الريتيرن. خلي بالك انا لسه ما حطيتش اي كريتيريا او اي معيار افلتريتد بيه. طيب بعد كده نزلت تحت وبدات اقول له مسج بوكس دوت شو، انا عايزك تعرض لي ايتم دوت من الاي دي. يبقى انا هنا هاجي واقول له اي دي، هكون كات عليه الاف اي دي بلس النيم. يبقى انا هنا هعمل كونكاتينيشن مع ايتم دوت النيم بلس المارك، وهاجي هنا كونكات بلس ايتم دوت المارك. شكرا، وكده ابقى انا خلصت. تعالى كده نعمل ران ونشوف العملية هتتم ازاي. بدأ فعلا يجيب لي الداتا بتاعتي، مفيش اي مشاكل. طيب انا عايز اقول له بس خلي بالك انا هاخد الاستاذة دي كده قط، عايز اخليها قدامك، يعني مش شرط بقى احطها فوق على مستوى البارشال، خليها لك هنا كده as a data source. يبقى ده as object data source. تمام. طيب تعالى هنا نعمل run علشان نبقى شايفين الداتا بتاعنا. ادي الداتا بتاعنا اهي. حد ياسر بدأ يجيب لي الداتا بتاعه. تمام. طيب اللي انا عايز اعمله بقى ان الشرط اللي انا عملته ده مش عايزه. خلي بالك هتقولي طب ما انا ممكن اعمل الحكايه دي من خلال اف، يعني انا لو عملت اف هنا ممكن الف عليهم واجيب لك اللي انت عايزه. اقول له اف ان الايتم اي دي تمام نوت ايكوال او جريتر ذان 3 اعمل لي طباعه. صح، انت كده ممكن تعمل الكلام ده وتلوب هنا. صح، بس تخيل كده البرفورمانس بتاعك بيتم ازاي من خلال هو انت ثلاثة اكبر من ثلاثة، انت اكبر من ثلاثة، انت اكبر من ثلاثة، انت اكبر. لكن كويري معناه انه دخل هنا جاب لي اللي اكبر من ثلاثة وبدأ يلف عليهم بس، فوفر عليا هيدك كبير جدا. تخيلها كده، حتى انا هدي مثال بسيط جدا في الفيديو ودايما بقوله في اللاب. لو دخلت لاب كده وبدأت اسأل انت احمد انت احمد انت احمد انت احمد، ممكن او ممكن لا، الاجابه هتبقى يا لا. تمام. طب لو قلت اللي اسمه احمد يجي، خلاص المساله منتهيه. هي دي بالظبط اللينك يو، فايده الكويري. وستيل لحد دلوقتي اسرع حاجه في عمليات اللينك يو هي اللينك تو اوبجكت، سريعه جدا جدا جدا. تمام. طيب تعال بقى نشوف لو حبيت اعمل فلتريتد سريع كده علشان نبقى بدانا بالفيديو ده، نفتح موضوع اللينك يو وابدا اوصل معاك الموضوع، وفي الاخر نبدا نشوف اشكال لاند اكسبريشن ونشغله مع الاي نيرابل والاي كويكابل ونشوف الفرق ما بين الاثنين. هاجي هنا واقول له فور ريزلت 2 بيساوي فروم كيو ان ستودنت وير. هنا بقى وير اتكلم معايا بالطريقه اللي تعجبك، وير كيو دوت الاي دي يكون جريتر ذان 3، سلكت لي كيو. طبعا الشكل اللي احنا كاتبينه ده يا شباب هنشوف منه كل الاشكال اللي ممكن تتخيلها في جمل السلكت، من اول السلكت بالجوين بالاوردر باي جروب باي الاجريجيت فانكشن، كل الكلام ده موجود عندي في اللينك يو. طب هم عملوا لينك يو ليه؟ في
في بعض الناس ما درستش سيكوال، طب الراجل ده هيكتب جمله استعلام ازاي؟ فانا بعمل له لغه امبيدد جوه السي شارب يقدر يكتب بيها بسنتكس سي شارب، وبالتالي يقدر بعد كده يتحول اللغه ديت ويتكلم سيكوال. خلي بالك انا حتى ممكن اعمل حاجه جميله قوي دوت اي دي، خلي بالك انا بقى لو عايز اقول له ايكوال 3 كده اساينمنت كده تمرين قيمه، لكن كده كومباريزون ايكوال 3 لما يكون بكام؟ ب3. ده معناه ان انا لو جيت هنا وخليت الكلام على ريزلت 2، بص لي هنا كده لما اعمل كلوز، تعال نعمل ران، اللي هيطلع بس رقم كام؟ رقم 3. تمام. طب لو قلت له جريتر ذان 3، تعال نوقف ونقول له جريتر ذان 3، تعال نرن 4 و5 و6 و7 ما جابليش 3. تمام. طب عايز اللي بيحتوي الاسم فيه على حرف ام. تمام. تخيل كده انا بقول له كيو دوت النيم، كيو دوت النيم دوت كونتينز بتحتوي على الحرف ام. معايا انا هنا اشتغلت على سترنجاي. تمام. طيب المفترض بقى انه هيعمل ايه؟ بص، سيد ما فيهوش ام، ريتاج ما فيهوش ام، احمد فيها ام، محمد فيها ام. طب ما تيجي نعمل ران احمد ومحمد. تمام. بيبدأ بحرف الار مثلا او الاي، يبقى بدل كلمة كونتينز هقول له ستار ويز، ستارت ويز ايه؟ لا، وكتبت ايه؟ كابيتال. معايا؟ فخلي بالك لانه سنس كيس، بمعنى لو انا عندي هنا احمد بقى ايه سمول مش هيطلع، او عالي مثلا، جينا على عالي هنا كده وخليت الاي ديت سمول، تعالى نعمل ران، وكان طلع لي عالي من شويه، طيب طلع احمد مفيش حد تاني. يعني انت ممكن كمان تيجي هنا وتقول لي تو دوت ايه، او اجي على المسمى بتاع التكست ده اقول له دوت 2 لور دوت 2 ستارت ويز ايه، يبقى هو يبدا بايه بس يبقى لور، هخلي الاثنين لور كده. تمام. وجيت هنا وحطيت ايه، تعالى نعمل ران، بدات تقول لي ايه وعلي واحمد، جاب ايه اللي ما كانتش موجوده ضمن الاثنين لما كانوا الاثنين كابيتال. هنا بقى التركيبات زي ما انت عايز، انا بس بفتح بالفيديو ده فكر لينك يو تو اوبجكت، وهنبدا نتكلم معاهم بقى في الفيديوهات اللي جايه. ارجو ان الفيديو ده يبقى بدايه كويسه جدا للتعرف على اللينك يو او اللانجوج انتجريتد كويري. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك، وريت تعمل سبسكرايب عشان تشوف بقيه الفيديوهات اللي بتعملها على القناه. بشكر كل الناس اللي بتدعم القناه من خلال اللايك والسبسكرايب والشير. خليك ايجابي، ما توقفش المعلومه عندك، شركه خير، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.